الشهادات اللي اتشنن عليها اسمه. معنى كده ان المجلس العسكري النهارده اعلن ان خلال 48 ساعه بالظبط اسمه ووقفته وصوره هترجع على كل مكان كانت موجوده فيه. يعني لسه مصرين برضه ان هو بيحكمنا. يا ريت نفوق يا جماعه، يا ريت نفوق شويه كده، احنا بيتضحك علينا بنفس المسرحيه الهزليه. لسه المسرحيه مستمره. الموت احسن لحم ما ناخد على قفانا. المجلس امبارح، المجلس العسكري امبارح اصدر بيان انه خلاص قرر تشكيل لجان انتخابيه وهو يعمل انتخابات في ميعاده. يعني اعملوا اللي انتوا عايزينه، انتوا مالكوش لازمه عندي، انتوا مالكوش لازمه، مش بتطلبوا بحقكم؟ احنا بنطلب بحاجه غلط ازاي؟ المجلس العسكري كده اعلن عصيانه علينا ويضرب بكلامنا عرض الحقوق. امبارح يا باشا المجلس العسكري اصدر بيان بتشكيل لجان انتخابيه. عايزين محاكمات يا باشا، محاكمات للناس دي. وبعدين هتعمل ازاي انتخابات بدستور قديم باطل سقط بسقوط رابعه اللي هو حسني مبارك؟ اللي حصل ده ترقيه.